وشنو تشعرت العشيدة داخل السجن. أنا أول مرة دخلوني الدون الجناح جوج، تعرضت لشيدة في سيلون 10، بوش عدوا علي، بوش عدوا علي الصحة، وأنا فاش قاوم تضرب في عنقي بموس، تضرب في عنقي هنا، طاحش بقى كيدوز مني الدم، وخرجوني، دوني عاد رئيس المعقل كيجري وبيه، رئيس المعقل هو يقول لي أنت مسطي. انا ما مسطط ما والو بعقلي انا، ويبدا يعاير ليا في والدي، سكت لدير امك سكت ما دويش، بدا كيضرب فيا، دار ليا المينوط ويقول لي مدو توني خيطوا ليا وردوني. ملي ردوني عند رئيس المعقل، هذاك رئيس المعقل شدني عاوشاني، داري لواحد البلاصه ما يعطني من داري، داني ديك البلاصه انا ما عارفاش، داني ما نطلق ولا ديك البلاصه كيقولها الفومبري، تمرت في الفومبري من يديه، وصى عليا دوك الموظفين اللي تما، قال لي ما دام يدوي لا في التليفون لا في شي حاجه، طوالات ما كيخلونيش نمشي لها. باش ما حتى الغد بالليل هو يجي عاوشاني ديك رئيس المعقل، جا ويقول لهم ويقول لك الموظف ديال الليل، هو يقول لي هذا، قال لي هادي مش وصل الوقت لوح الزبالة، فاش وصلها 12:30 ديال الليل، ما عارفش انا على السامة، 12:30 الوحدة دخلني السيلون، واحد السيلون شومبر ماشي السيلون شومبر، تقريبا في شي 40 واحد ولا 50، تم بغيت حيدو لي عيني الصحة، عاقل على واحد انا اسمي شوبويكا وواحد العروبي، هو اللي وصام عليه داك رئيس المعقل، شدوني الصحة خوتي بغيت كرفسو عليا. تعرضت لشيدة في المرة الأولى والمرة الثانية مش غي يجيبوا لي عيني الصحة، جا عندي مدير السجن قال لي انت اللي جبتي عينيك بيديك، قال لي انت اللي جبتي، قال لي وكاينه كاميرا، مدير السجن راك يكذب، راك كذاب هذاك السيد، راه تعدوا عليا الصحة انا وجروني في الأرض، جرني في الأرض بحال شي حيوان ميت، جرني وزوني داروني في كروسة وخرجوني داوني السبيطار، عيني مفرقعين، دوز مني الدم، تم كيدوز ليا من عنقي، ما عارش فاش دخلوني للسبيطار، خيطوا لي عيني بالخيط، وبقيت في السبيطار ديال اليمينوط في يدي، كيجيو كيعطوني الدواء كنعس، كنعقلش على راسي كيفاش كنعس، تلت ايام وانا في السبيطار كنقول لهم عيطوا لي الموالين الدار، ما كيبغيوش يعيطوا لي عليهم، حاضني الموظفين ديال السجن كيحضروني ديال الصباح وديال الليل، حشوم عليهم هذوك الناس عداو عليا، وانا كنطلب من الناس المسؤولين ياخذوا لي حقي من دوك الناس، اش عداو عليا انا بشر ماشي حيوان، الحيوان كاع شوف تشداني مش قدرتش حيد لي عيني، الضربو بحجره بش، ولكن عيني راه من نور خوشي، راه ما كنشوف حتى شي حاجه، يعني راه كيبان ليا الظلمه في الظلمه، حتى شي حاجه ما كنشوفها، وانا كنطلب من الناس المسؤولين يتعاونوا معايا،
ساعدوني ماديا ومعنويا، وانا كنت منا من الله وكنطلب الله يا رب ارجع نشوف هادشي اللي بغيت، يا رب ارجع نشوف يا رب. كنطلب من الناس المسؤولين يساعدوني. الله يرحم ليكم الوالدين وعاش الملك، الله ينصر سيدنا. انا كنطلب من الناس المسؤولين ياخذوا لي حقي من مدير السجن ورئيس المعقل والسجناء اللي حرشهم عليا. هادشي اللي كنطلب. كنتمنى من الناس يعاونوني ويتعاونوا معايا. انا بغي نرجع نشوف، بغي ندير عمليه، بغي نرجع نشوف. الله يرحم الوالدي، بلي انا النور ديال العينين راه شي حاجه في الحياه، راه الحياه راهي النور. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.